كل ما عرفت صفات اكتر بالانجليش وقدرت توصف الناس بصفات مختلفة، كل ما انت تبان لبق اكتر في الانجليش. عشان كده انا جايب لك في الفيديو بتاع النهاردة اشهر 10-12 صفة ممكن تستخدمهم عشان توصف بيهم شخصيات الناس او البني ادمين وتبان انك لبق اكتر وفلوينت في الانجليش. Without further ado يلا بينا مع اشهر صفات في اللغة الانجليزية ليها علاقة بوصف الشخصية. أول صفة معانا هي chatty أو talkative. chatty أو talkative ومعناها رغاي أو رغاية. For example, my wife is talkative. يعني مراتي رغاية. My wife is talkative. معلش يا جماعة الكاميرا من المصور ليه ريكويست كده صغنون، عاوزني أقول حجازي is talkative. حجازي ده واحد صاحبه رغاي برضو، فخلاص اوكي خش على اللي بعد. reliable صفة جميلة جدا بنوصف بيها الناس اللي نقدر نعتمد عليها. تاني reliable. reliable my friend دهب is reliable، يعني صديقي دهب يمكن الاعتماد عليه. reliable. تالت صفة معانا هي introverted. intro التي مع الار بتقلب تر تر. introverted يعني واحد انطوائي ما بيحبش يتكلم مع الناس كتير، بيحب دايما يبقى لوحده او في حاله. I'm introverted. انا انطوائي فعلا في احيان كتير. introverted. اللي بعدها وهي عكس الصفة اللي فاتت extroverted. يبقى extroverted يعني واحد منفتح كده وبيحب دايما يبقى مع البني ادمين وبيلاقي نفسه وسط الناس. extroverted. extroverted. الصفة اللي بعد كده هي naive. قول معايا naive. naive يعني شخص ساذج او بيضحك عليه بسهولة. my brother ده مثال طبعا. my brother is naive. my brother is naive. واكيد الرسالة وصلته. الصفة اللي بعد كده وهي artistic جاية من art اللي هو الفن. ف artistic يعني فنان. اي حد بقى ممكن تقول عليه فنان، يعني مثلا ايه my teacher is artistic. المدرس بتاعي فنان. مستر احمد is artistic. الله يحفظك يا عم، يعني فنان كده في شرحه، انت فاهم. artistic يعني حد creative. ممكن نقول عليه creative برضو يعني عبقري او خلاق. فنان creative او artistic. طبعا مغرور بنقول ego. ego سهلة هي او cocky. cocky. ego cocky. تامن صفة معانا hard working. hard working معناها شخص كادح او مجتهد. اوكي if you are hard working you learn english easily. لو انت مجتهد هتتعلم انجليزي بسهولة. هنا الصفة اللي بعد كده وهي loyal. loyal يعني مخلص. my wife is loyal. مراتي مخلصة. my wife is loyal. macho يعني الصفة اللي بعد كده ومعناها ذكر، راجل راجل في نفسه كده اوكي او حمش. تمام my husband is macho يعني جوزي حمش. اوكي الصفة اللي بعد كده هي corny. لما تقول على حد corny يعني حد غلس جدا او فوق الغلس بشوية، حد كده غلس زي الخليل كوميدي. مش عارف انتوا فاكريني ولا لا، حد corny بيقول نكت سخيفة، يبقى corny معناها سخيف او غلس جدا. اخر صفة معانا النهاردة هي grumpy. 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 وgrumpy معناها شخص متعكر المزاج او بيتعصب بسهولة. شخص عصبي. grumpy. grumpy. نصيحة لو انت عاوز تتعلم الصفات دي كلها، حاول تمارس مع اصحابك وتوصفهم بالانجليش. شوف صحابك، شوف اخواتك، شوف قرايبك ووصفهم بالصفات ديت. هتلاقي نفسك في خلال اسبوع حافظهم. لو الفيديو عجبك share and like وخلينا نوصل لعدد اكبر. Please, thank you.